طيب قبل لا نبدأ، عندي الزرادية هذه استخدمها معي في الصيد، كانت مصدية. شوف الصدى فيها ما تنفتح ولا تقفل، شوف كيف الصدى فيها لسه كانت ميبسة ما تفتح ولا تقفل. استخدمها معي في الصيد في كل مكان، فمع ملوحة البحر وكذا صدت، فنقعتها يوم كامل في خل أبيض. نشوف الحين راح تفرق ولا لا. ما كانت تفتح، شوف للحين فتحتها صعبة، بس الخل دايما يذوب الصدى. شوف السواد اللي قاعد يطلع، شوف كيف صارت. هذا كله شوف الصدى، شوف الصدى، هذا كله الأوساخ اللي داخل. كيف رجعت؟ فل الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الجميع؟ إن شاء الله بخير. طبعا اليوم مقطعنا غير، راح أوريكم كيف أسوي الأسيام حقتي أو المصفر على قولة أهل الغربية، بطريقة اللي هي مو بالربط، اللي هي أستخدم فيها الأقفال. الأقفال طبعا تيجي زي هذه، هذه أقفال خارجية، وفي أقفال ثانية أنواع ثانية راح أوريكم إياها. طبعا الطريقة مو طريقتي ولا أنا اللي اخترعتها، الطريقة تعلمتها من رجال شرواكم أبو محمد الله يذكره بالخير. الطريقة سهلة ولا فيها أي صعوبة ولا أي شيء، بس يبغالك تعود عليها، إن شاء الله تصير تمام وجامدة تمسك مسكة يعني مجربة. أنا عندي تقريبا، كان عندي سيم جلس معاي فوق الشهرين أو أكثر، والله يمكن جلس معاي فوق 3 شهور إلين ما خلاص انتهى يعني من كثر الإرسال، دايما يصخر ولا شيء يطلع ما شاء الله وكل شيء، يعني طريقة صراحة من الآخر إلين ما خلاص جار عليه الزمان قال خلاص لهنا كفاية أطلع تقاعد. حبيت أغير يعني شيء جديد صراحة وشيء فادني أنا شخصيا، فليش ما أنتوا تستفيدوا بعد منه. الأشياء اللي راح نحتاجها مطرقة، وعندك هذا زي أي عمود، أو عندك صبة أو حجر أو أي شيء تقدر تدق في أي شيء، بس أنا عادة أستخدم هذا. وشوف أثار الدق باينة، أبغى شيء صلب يستحمل، يعني يكون حديد، يكون أي شيء يعني يستحمل الضرب. لازم تكون عندك ميادير، هذه الميادير اللي أنا أستخدمها شخصيا. طبعا هذا النوع أنا اللي عادة أستخدمه، صراحة نوع ممتاز وجبار ويستحمل، يستحمل بمعنى الكلمة يعني ما شاء الله. وهذه الأنواع الجديدة اللي بدربها، طبعا هذه أحجام الميادير اللي أستخدمها للإرساليات عادة، هذا الحجم القديم وهذا الحجم الجديد اللي راح أجربه، طبعا يعني معروف هذا النوع ما عليه غبار. طبعا السيم يختلف من شخص لشخص، أنا عن نفسي ما أستخدم إلا هالكو صراحة. هالكو بنصيحة يعني ناس خبرة في البحر ما شاء الله عليهم، وفعليا لما جربته صراحة ما يعني أنا ما استخدمت سيم زي الهالكو. عندي الأسود، عندي هذاك، جربتهم كلهم مو زي الهالكو. وهالكو النوع الوحيد اللي ما تقدر تربطه باليد، يعني صعب، تقدر بس مرة صعب، يعني مستحيل تكون بيرفكت 100%. أنا استخدم هالكو 60 LB، والله ما أكذب، بس صراحة النوع هذا جبار جدا جدا جدا، هالكو جبار، أسيام جبارة جدا. في منه 40، في 80، في 100، في 110 أو 120، والله ما أتذكر. بس أنا عادة أستخدم 60 يكفيني، يطلع لي اللي ما يطلع ما شاء الله. قد طلعت عليه أشياء أحجام كبيرة كبيرة جدا يعني ما شاء الله. سيم هالكو أنصح فيه وبشدة. طيب كيف راح أخذ مقاس السيم؟ طبعا عادة يكون ذراع، فأنت تحسب الين ذراع، هذا ذراع خلاص، وتقص يعني بعد الخل. أول ما كنت أقدر أفتحها بالموت، شوف الحين ما شاء الله. طيب هذا عندنا المقاس الأول. طيب هذه الأقفال اللي هي تيجي مع الهالكو، طبعا أقفاله ممتازة جدا. في نوع ثاني عندي خلص، بس هذه آخر كمية
خلنا أوريكم إياها. أقفال جبتها من جدة صراحة وممتازة أمريكية، فإذا حصلتها المحل والله المحل كان موجودة في محل في جدة في أبحر الشمالية، ناسي اسمه صراحة، بس ميدن USA، بس والله أقفال رائعة. طبعا ما يقدر استخدمها لأن المقاس صغير، ما يكبر ما يركب على 60، فهذه الأقفال اللي تجي معها لكم أقفال ممتازة. وطبعا راح أجرب هذه الأقفال، اشتريتها من محل بجربها أشوف، ما عمري جربتها صراحة. راح ناخذ أول شيء القفل، نحط ندخل السيم، تاخذ الميدار اللي تبغاه تركبه، خليك معي حبة حبة ان شاء الله. خلينا نشيك الفوكس، الفوكس تمام. طيب بعد ما دخلنا هذا نلف، راح ندخل نهاية السيم مرة ثانية. اوكي اسحب شوي، خلي جزء بسيط طالع من نهاية السيم، تعطيله عكفة صغيرة. حلو تمام، نجي الزرادية، قفله كده. ايش سويت؟ دخلت، شوف بعدين تجي عند، بعد ما قفلناه كذا نجي عند النهاية السيم، ندخلها بس كذا بالراس مرة ثانية، ندخلها في نفس القفل عشان تكون واضحة. جيب الزرادية واكبسها على داخل الطريقة هذه، شوف صارت مخفية في نفس الوقت داخل القفل. هلو خلاص اسحب، شوف كيف تصير بالشكل ذا. طيب هنا عاد اهم خطوة بعد هذا الشيء، راح نمسك كذا الطرف، نقول بسم الله، واحد اثنين ثلاث، ثلاث ضربات، نقلبها من الجهة الثانية، نفس الأولى، واحد اثنين ثلاث، ثلاث ضربات، هي شوف ثلاث ضربات كده تكفي، بس أنا عشان أأمن صراحة عندي أحب أعطيها ضربات بعدين اللي هي تكون بالطرف كده، إني أمسك واحدة واحدة وأعطيها ضربة بس بسيطة. بعدين تجي من هذه المنطقة في الزرادية بس تكبسها كبسات خفيفة مو جامدة، يعني اللي هي كبسات خفيفة. بس شوف كيف يصير معاك كذا خلاص، هذا الجزء اللي فوق. الجزء اللي تحت نفس الشيء، نفس الفكرة، راح يكون نفس الفكرة، ندخل أول شيء بعدين ندخل الجزء الثاني، حلو نسوي عكفة بسيطة.
ندخل العكفه هذه داخل القفل، نكبس. طبعا هنا على حسب انت مزاجك، تبغى تخليها كبيره تبغى تصغرها، انا عن نفسي احب اصغرها بالطريقه هذه. فكره من هذه على حسب اللي هو المشك حقك، يعني شوف عشان المشك يمسك تبغى تخليها كبيره تبغى تخليها صغيره، شيء راجع لك. ابدا ما يعني لا تقيد باي شيء، على كيفك. انا بالنسبه لي يعني احب اصغرها شوي، ما اخليها مره كبيره عشان لا دخلت في الطعم يصير الطعم نظيف، فما يجي عليه القارض ما يخرب الطعم، يصير الطعم نظيف شوي. الطريقه هذه نفس الشيء. بس كذا شوف، بعد الدق يصير بهذا الشكل. بعدين تجي كبسات بسيطة، وهذا السيم عندك، هذا السيم جاهز للاستخدام. خلاص، طريقة سهلة وبسيطة جدا، ما يبغى لها شيء. يعني والله والله اني مو قاعد اسويه الا انا مجربه شخصيا، وصراحة الربطة هذه او الطريقة هذه يعني ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم انها تمسك مسك ما شاء الله تبارك الله. بس فالموضوع جدا سهل زي ما شفتوا، يعني ما هو متعب ولا شيء، ما ياخذ وقت، ويطلع لك السيم صراحة بطريقة نظيفة او المصفر. وكذا نيجي نهاية المقطع، اتمنى يكون استفدتوا من المقطع ومن الشرح، حاولت اني ابسطه باكثر شيء اقدر عليه، فان شاء الله يكون واضح. واذا عندكم اي استفسار او سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت اذا قدرت ارد راح ارد باذن الله. واتمنى ان الشرح كان كافي ووافي، يعني ما راح تحتاجون انكم تسالون. فلا تنسونا من دعمكم، ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع جايه. كان معكم اخوكم احمد.